اهلا بكم اعزائي المشاهدين، نلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. قد لا يمضي يوم في العراق الا يسقط فيه ناشط او اكثر من ثوار وثائرات العراق، يسقطون برصاص الغدر، رصاص الميليشيات والقوات الحكوميه دفاعا، وهم يرفعون اصواتهم دفاعا عن العراق ومطالبين بحقوقهم وحقوق العراق. قد لا يمضي يوم إلا والقوات الأمنية والميليشيات المساندة لها إلا وتعتقل ناشطا أو ناشطة أو متظاهرا أو متظاهرة. لا يمضي يوم حقيقة إلا والأخبار فيها من هذه المآسي الكثير، فيما الأخبار أيضا تحمل أحاديثا لمسؤولين حكوميين ومسؤولين في العملية السياسية والقوى الأمنية والميليشياوية يتحدثون عن حقوق العراق واحترامهم لحقوق الإنسان واحترامهم لحق التظاهر ووقوفهم مع المتظاهرين ومع ثورة تشرين وثوارها والمطالبة بنفس الحقوق التي يطالب بها الثوار، وكأن الثوار خرجوا على من؟ لا أعرف يعني إذا كانت هي هذه القوى التي المتهمة بالفساد والخراب والقتل والتدمير و رهن إرادة العراق واستقلاله وثرواته وسيادته إلى الآخرين، هي المتهمة بكل هذه الأفعال، وهي تقف مع المتظاهرين في المطالبة بتحقيق هذه يعني بتحقيق السيادة والاستقلال والحرية والاقتصاد الوطني والرفاهية. إذا كانت هذه القوى تساند الشعب، فالشعب على من يخرج؟ هذه اللعبة الغريبة العجيبة في العراق، ربما ينفرد العراق فيها مثلما ينفرد في صدارته لقوائم الفساد والخراب والدمار والأسوأ. يعني القوى العملية السياسية حقيقة أدركت منذ فترة، وبالذات بعد انطلاق ثورة تشرين المباركة اللي قام بها هذا الشباب الجميل، الشباب العراقي الجميل، أدركوا أنه هذه الثورة ليست ثورة مطلبية، ليست ثورة تطالب بتبليط شارع والمطالبة بالماء الصالح للشرب والكهرباء. هذه القضايا ربما هم يعجبهم أن يذهب الناس للمطالبة بهذه الأشياء ويحتالون عليه ويخرجون من يتحدث له بمشاريع وهمية وينهون هذه التظاهرات، لكن أدركوا أن هذه التظاهرات لا تطالب بهذه القضايا، هذه التظاهرات تطالب برؤوسهم، برأس العملية السياسية، بمعنى أنها تطالب برؤوسهم لأن حياتهم مرتبطة وشرايينهم مرتبطة بشريان العملية السياسية هكذا. لذلك تصاعدت عمليات الاغتيال ضد الناشطين والناشطات وضد كل الثوار. هذا الإدراك مرة أخرى، مع هذا الإدراك بدأت عمليات الاغتيال للناشطين تتصاعد، بعد أن أعدوا طوال هذه الفترة قوائم كثيرة بأعداد الناشطين وأسمائهم وأماكنهم، دخلوا فيما بينهم، كانوا يعني مندسين فيما بينهم يسجلون الأسماء من هنا وهناك، وبالتالي سجلوا كل هذه الأسماء وكانت لهم يعني صولات وجولات من القتل والاختطاف والتغييب معروفة طوال أكثر من 8 شهور على ثورة تشرين. ولعل يعني جماعة مقتدى الصدر، جماعة القبعات الزرق خير مثال على ذلك، الذين كانوا مع المتظاهرين وانقلبوا عليهم وراحوا يشتمونهم ويقتلونهم الكثير من العمليات ويدعون أنهم مع الثورة. وهذا مسلسل الاغتيالات مع تصاعد يعني كان لابد أن تثار حفيظة كل الناس، الأمم المتحدة، يعني ممثلية الأمم المتحدة، بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي أصدرت بيانا أدانت فيه الاغتيال وترهيب الناشطين في التظاهرات. يعني منذ نحو أكثر من 4 أشهر خرج علينا مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء المعين الحالي وقال في خطاب للعراقيين أنه سيكون مع المتظاهرين، سيحمي المتظاهرين، وأن مطالبهم عادلة، وأنهم
لن يتعرضوا إلى الاغتيال والقتل، وأن القوى الأمنية ستحميهم ولا أحد سيتعرض لهم، وإذا بالعملية تتكرر الحقيقة، ومجرد خطابات ومجرد إعلانات ذروا الرماد في العيون مثل ما يقولون. المنظمة الدولية مثل ما قلت في بيانها طبعا طالبت الحكومة الحالية بالكشف عن مجرمين ومحاكمتهم، هذا ما فعلته أيضا منظمة العفو الدولية اللي حملت الحكومة العراقية مسؤولية كل ما يجري. الميليشيات وغيرها أفعالها هي مسؤولية الحكومة، لأن الكل يتحرك تحت غطاء الحكومة، والحكومة هي الضامن لأمن الناس وأمن البلد، فبالتالي هي من تتحمل كل هذه المسؤولية، مسؤولية الاغتيالات والاعتقالات والتنكيل للمتظاهرين. 18 دولة أوروبية وغربية ومنها الاتحاد الأوروبي أصدروا بيان مشترك، دعوا فيه أيضا الحكومة الحالية إلى تقديم مجرمي الاغتيالات في العراق إلى المحاكم للعدالة، ووقف هذه عمليات الاغتيال هذه، وهذه عمليات مقلقة، عمليات تؤكد أن أهل العراق يتعرضون للترهيب والقتل لأنهم يطالبون بحقوقهم. هناك طبعا مثل ما نعرف بدأت بحرق الخيم في ساحة التحرير وفي غيرها، في الناصرية، في النجف، في غيرها، في اختطاف ناشطين وإلى القتل، ووصلت إلى حتى وضع عبوات ناسفة متفجرة في خيم المتظاهرين، واستشهد البعض من المتظاهرين وجرح الكثير منهم. الأصوات تتعالى بالقصاص من القصاص، وفي نفس الوقت يعني مثل ما تعالت هذه الأصوات المطالبة بحقوق المتظاهرين، تعالت أصوات الميليشياوين وأنصار الحكومة، أنصار قوى العملية السياسية، وأنصار أنصار الميليشيات وقادتهم، تصاعدت أصواتهم وهي تطالب بقطع رؤوس المتظاهرين. أولهم كان نوري المالكي يطالب بإنهاء هذه التظاهرات لأنها تظاهرات سياسية ومسيسة، هكذا كان يتحدث، فيما كان يتحدث قبل فترة أن هذه تظاهرات عادلة وتظاهرات شعبية ويجب التعامل معها، هكذا الكل يتعوق. وكذلك قادة كثير من هذه الميليشيات بدأوا يحرضون ضد المتظاهرين. في ربما في الدقيقة الأخيرة أقول أن مقتدى الصدر زعيم هذه الميليشيات التي كانت تقول أنها مع المتظاهرين وترتدي القبعات الزرق وقتلت المتظاهرين في أكثر من مناسبة، في تغريدة له مناسبة 10 من محرم تحدث به عن الحسين رضي الله عنه، كونه جسد معاني الإخلاص والتضحية والعدل والإيمان وعدم الخضوع للظلم والفساد. وفي نهاية هذه التغريدة قال جملة هي التي أتوقف عندها في نهاية هذه الحلقة، قال: فمن رضي بعمل قوم حشر معهم. إذن أنت تدعو الله أن يحشرك مع الفاسدين والظالمين والقتلة والمجرمين، أليس هذا هو وصفك؟ أنت تقول يعني من رضي بعمل قوم حشر معهم، أنت رضيت بالعملية السياسية، رضيت بعمل المجرمين، عملت مع الميليشيات. أولهم قيس الخزعلي، قلت عنه أنه قتل 1500 من أجل شقيقة، وأنت الآن تضع يدك بيده، وشاهدناك في إيران تقف معه لتصدر بيانا وتقوم بتظاهرات، فأنت تقف مع القتلة، مع المجرمين، ضد الشعب، فأنت معهم، ولذلك لا حكومة وأنت قلت لا حكومة شكلت ولا انتخابات جرت إلا بوجود تيار الصدري، والتيار الصدري كان بيضة الميزان الحقيقة، وأنه لا يمكن أن تجرى أي انتخابات أو أي عملية سياسية إن لم يكن فيها التيار الصدري، إذن أنت معهم. هذه العملية السياسية فاسدة، وكل قواها فاسدة ومخربة ومدمرة، ودمرت العراق 17 سنة، إذن أنت تدعو على نفسك لتحشر بعمل قوم فاسدين ومخربين، تحشر معهم. أشكركم أعزائي المشاهدين، نلتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.